التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، والتحية متجددة بحضاراتكم. هكذا ينطلق شوطنا الثامن عشر، هو شوط الختام الخاص بالإبكار لإذاعة المهرجانات الأصايل. نبدأ بالمقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول. عندنا الشاهينية علي بن سالم بن خلف الكعبي يتقدم على المركز الأول، بينما شواهين على المركز الثاني. سعيد بن علي بن سعود المالكي يأتي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث هذه ربابة لمنصور بن سعيد بن راشد المزروعي يتقدم على المركز الثالث. أما في المركز الرابع عندنا الآن اللي على المركز الرابع الشبابية، هذه نعم الشبابية الفري بن علي بن حمود الظاهري مقدم الشبابية على المركز الرابع، وخامس المراكز بن حلوك متواجد ليقدم لنا اللي هي الدبلوماسية خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة على المركز الخامس، وسادس المراكز هذه هجر محمد بن سعيد بن سالم الوهيبي يتقدم على المركز السادس، وسابع المراكز هذه عزم محمد بطوير بالمر العامري يتقدم على المركز السابع في هذه اللحظات. أما في المركز الثامن هذه حدث راشد بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وعاشر المراكز متواجدة مزنة لسلطان بن هضبان بن مبارك العامري على عاشر المراكز. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الكرام للعشر المراكز الاولى، وفينا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشعارات. لكن نعود الى المقدمه، نتابع الصداره، نتابع المركز الاول في هذه الاندفاع الجميله. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول وإلى البداية. وهذه الآن الشاهينية علي بن سالم بن خلف الكعبي مسيطرة على المقدمة والبداية، بينما في المركز الثاني من الجانب الآخر شواهين سعيد بن علي بن سعود المالكي تتقدم الآن على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث عندنا اللي هي ربابة منصور بن سعيد بن راشد المزروعي يتقدم على المركز الثالث. بالرقراقي ياتينا على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الدبلوماسية خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس نشوف اللي قادمه، هذه هي هجر محمد بن سعيد بن سالم الوهيبي 1200 غادرنا، بدينا نشرف الى الكيلو الاخير، وهنا على المقدمه الشاهينيه
الشاهدية مسيطرة، يبدو أن شوط الختام سيكون من نصيبها ومسيطرة هي الآن منذ البداية وحتى الآن على مقدمة الشوط. نقول لك ركز يا أبو سالم، علي بن سالم بخلف لك عبي في مقدمة الشوط معلن هذا الحضور بينما في المركز الثاني شواهين سعيد بن علي بن سعود المالكياتي على المركز الثاني، المركز الثالث راغب اللي غادمه هذه الان اللي هي ربابه منصور بن سعيد بن راشد المزروعي تتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث. الله يا سلام يا سلام يا سلام على هذه المنافسه وعلى هذا التحدي والحضور اللي نشاهده اليوم مع سن الاذاعه، ولكن هذا الشوط يحمل منافسه قويه بين الابكار المهجنات الاصايل. الله 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 روح يا اللي بتروح مع هذه اللحظات مع اللحظه الاخيره هذه الشاهينيه. علي بن سالم بخلف الكعبي ولكن هناك هناك اللي غادم شواهير سعيد بن علي المالكي، المالكي غادم بقوه وهناك اللي واصله شعار برقراقي واصل بقوه، ولكن اللحظه الاخيره اللحظه الاخيره بين الشاهينيه 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 وهناك الشاهينيه وشواهير شواهير والشاهينيه، ولكن الشاهينيه مسيطره مع الكعبي مع الكعبي. اللحظات الاخيره اللحظات النهائيه تهانينا والناموس على هذا الفوز لعلي بن سالم بن خلف الكعبي على هذا الفوز. المركز الثاني شواهين لسعيد بن علي بن سعود المالكي، المركز الثالث برقراقي، المركز الرابع وصل وصلت هجر لمحمد سعيد بن سالم الوهيبي، المركز الخامس الدبلوماسيه لخليفه بن سالم سعيد بن حلوسه. هكذا مشاهدينا الاعزاء وصلنا الى الختام، تهانينا وناموس لكل الفائزين في هذا اليوم، حظ نوفر لمن لا يحالفه الحظ في اشواط هذا اليوم. توقيت الزمني 7:43، هكذا توقيت تهانينا والناموس للجميع، استودعكم الله التي لا تضيع ودايعها، الى اللقاء.